شكرا للزميل حامد الحارثي، شكرا للمحللين الكرام. شوط المباراة الثاني تحياتي، محدثكم فارس عوض. حمد لانزي من شارك في الشوط الثاني مكان جراح وليس عبد العزيز، وجود شاتسكي والكسندر. سنشاهد الشوط الثاني هل يغير طريقته. فهد عوض بيلعب لك كرة عرضية، الله تتعوض يا حمد، تتعوض يا لانزي. شوف البديل مع اول كرة في الشوط الثاني، شوف العرضية راسية رائعة جدا، ولكن الكرة تحولت في اللقطة الماضية. هو ما هو طويل لكن ارتقاء كان عالي، كرة راسية بتتحول في الشباك الخارجية مع انطلاقة شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء. خلاص منتخب الكويتي يعني منتخب الأوزبكي وهي الجهة اليسرى عن طريق أندرييف. حمد لانزي يلعب لك كرة إلى طلال العامر، طلال العامر في مكان إلى وليد علي. شوف عودة لاعبي منتخب أوزبكستان، وليد، الله يا حمد، ركلة جزاء، الله يا حمد، والله يا حكم، والله يا الكويت. هي دقيقتين انتفضوا فيها، ثاروا فيها، هي دقيقتين. الأزرق الكويتي يظهر بصورة بطل الخليج وبطولة غرب آسيا. الله يا بديل حمد لانزي، الورقة الرابحة، استلام دوران اسماعيلوف عرقلة، قرار سريع من حكم المباراة. الله يا حمد والله يا حكم نواف، شكر الله. ركلة جزاء، كرة ثابتة لمصلحة المنتخب الكويتي للعودة مجددا بإذن الله. سعد ندى يراقب ويتابع، يا الله على الأعصاب. سعد ندى يتمنى لو كان بدر المطوع يتقدم، بدر يحاول بيلعب لك كرة، الله المرعب يعود بالكويت في عامه الجديد المولود في 10-1، وهو 1-10، 1-10. بدر المطوع يطوع اللي ما يطوع، هذا بدران، هذا بدران يظهر في كل أوقات الكويت. افرح يا مساعد، وراك رجال يا الكويت. بدر المطوع يعدل من ركلة جزاء في مباراة خروج جراح، مغامرة هجومية، الكويت تحاول. فهد في ملعب الفهود بيعدي، بينطلق وحدة قوية، يا رب يا الله، الله يا حسين فاضل. الكويت أحلى، أفضل، أجمل، أخطر، أروع. الكويت من الشوط الأول يا براموف وصلت إلى مرماك من كرة واحدة سجلت يا أوزبك. الكرة بتتحول الآن، بتتحول الآن في الشوط الثاني، وبالتالي على المدافعين القيام بأدوار. هنا بدر، الله على الدور اللي يقوم فيه، مشاها فهد لانزي، راح 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 عرضية، يا رب هنا على الكرة ضاعت. فهد لانزي في اللقطة الماضية يكسب خطأ، لكن في اللقطة الماضية ما نقولها مو بالميكس زون ولا الفان زون، الفهد زون. العرضية لم تكن بالطريقة المثالية بعد الانطلاقة، والكرة ثابتة لمصلحة المنتخب الكويتي. بيلعب لك كرة عرضية عالية راسية، متابعة، الكرة ما زالت، الكرة بتتحول، وصلت إلى شاتسكا يحاول المرور، الله على بدر. شاتسكا مرتدة خطيرة في مكان حسنوف، عرضية عدت ومرت بسلام، راحت الكرة الماضية من حسنوف إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. شوط حلو، شوط ممتع، شوط مثير، شوط آسيوي حقيقي في مباراة وفي قمة كبيرة في هذه المجموعة. شوف الكرة العرضية، كرة بتتحول، الكويت تقدر إن شاء الله، ممكن وممكن وممكن. بدر المطوع، بدر يحاول، الكرة بتعود من جديد في نص الملعب، محاولة بتعدي، تعود البحث عن تسديدة قوية، الكرة إلى خارج الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى. هذا هو نواف الخالدي حارس نادي القادسية، صاحب 30 سنة ولاعب الخبرة، واحد من شارك في بطولات آسيا الماضية مع 5 لاعبين آخرين من المطوع. كرات الثابتة والمحاولات الآن من بدران، بيلعب لك كرة عرضية عالية، ولكن إبعاد طول القامة يأتي في مصلحة الأوزبك، ولكن المحاولات. بدر المطوع على تنفيذ الضربة الركنية، بيلعب لك كرة عرضية عالية، خروج خاطئ لحارس المرمى، متابعة من عامر المعتوق، لكن الكرة بالطول والكرة بتروح وبتصل إلى خارج الملعب، رمي التماس.
رمي تماس لمصلحة المنتخب الكويتي. شوف هنا نيستروف خروج خاطئ في اللقطة الماضية، عامر المعتوق الكرة طريق اللاعب حيدروف، حيدروف يحاول بيرسل كرة مرور خطورة في نص الملعب، وليد بيغطيه، تعود الكرة يعقوب الطاهر بيغطي على حسنوف. يا الله يا الله، مستحيل حظ أوزبكستان، تسديدتين باتجاه المرمى بهدفين بهدفين. جيباروف يثبت بأنه كان أفضل لاعب في آسيا في 2008، وكرة يسارية من جيباروف في المرمى، حسافة حقيقة حسافة حقيقة، كان بدون رقابة في اللقطة الماضية، كانت الكرة العرضية الأرضية لجيباروف، هو اللي يبدأ المحاولات ويبدأ الكرات، وشوف الكرة بدون رقابة يسدد لك كرة يسارية على يسار حارس المرمى، تصبح النتيجة 2-1. أوزبكستان ما ترحمك، كرة واحدة بس تبغيها جول. أوزبكستان ما تضيع فرص ما تضيع فرص. الآن احتفالية بهلوانية في اللقطة الماضية، بتعود الآن في الجهة اليمنى طويلة وإلى الأمام، محاولة سريعة، فهد الأنزي براسه بيلعب لك كرة في مكان يوسف ناصر، بدر المطوع، يوسف ناصر تسديدة قوية، لكن كرة يوسف ناصر إلى خارج الملعب بتضيع. شاهد دكة بدلاء فريق، والآن نشاهد بدر المطوع، بدر المطوع بيلعب لك كرة عرضية، الكرة بتبعد، تعود الآن من جديد عن طريق وليد علي، بيرسل لك كرة خلفية، استلام كنترول، تمريرة بينية لا تصل، عادت من جديد فيها تمريرة، كرة من يوسف بيلعب لك كرة وين حسين فاضل إلى فهد لانزي، عرضية أرضية تصل إلى حارس المرمى. عن كأس الخليج لم يشارك، الآن العودة والكرة بتصل في الجهة اليمنى، كرة طويلة وإلى الأمام، عجب يا رب يا الله يا عجب، من أول كرة من أول تمركز من أول لقطة كاد بأن يعود، شوف الكرة العرضية، شوف هروبه، شوف المواجهة للمرمى، كرة من بدر المطوع، الله على كرة من لمسة أولى كانت من أحمد عجب، لعب لك كرة بشماله لكن الكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى يمر، فهد بيلعب لك كرة عرضية وعالية، أحمد عجب راسية بينزلها، حمد لانزي تسديدة مقطوعة، حسين فاضل، بدر المطوع في مكان يوسف، الله هذه كيف ضاعت، هذه كيف ضاعت، شوف اللقطة الماضية، شوف اللقطة الخلفية والباكورد من يوسف ناصر، مرت بجوار التسعين، كرة بتضيع وكرة بتروح، حسرة كبيرة على الجماهير. كاربينكو، كاربينكو يتقدم يحاول، محاولة بتصل من جديد، نقلات، محاولة من حسنوف، الكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، ضربة مرمى، منتخب أوزبكي يعتمد على كرات وتسديدات من خارج منطقة الجزاء، وكراتها كلها خارج المرمى، كرتين فقط كانوا باتجاه المرمى وسجلوا هدفين في هذه المباراة. بدل ضايع فيما تبقى من زمن هذه المباراة، كرة طويلة إلى الأمام في اللحظات الأخيرة، يحاول يوسف ناصر بيرسل الكرة، فهد لانزي تسديدة، الله هني يا فهد، يا لانزي، عامر المعتوق براسه، فهد لانزي تسديدة قوية كانت، الآن مرور من فهد، تمريرة في مكان عزيز المشعان، بيعدي بمهارة فردية عالية، بيلعب لك كرة إلى عامر المعتوق، العرضية بالفعل عرضية، يحاول فيها، الكرة بتعدي من حارس المرمى، لا وجود لمن يتابعها، لحظات صعبة، طلال العامر بكرة عرضية باتجاه فهد لانزي، سيطر عليها، وقف عليها، تقدم، أرسل لك كرة في مكان، راسية، متابعة، عزيز المشعان، استردها يا بدر، حتى نواف الخالدي، حتى نواف الخالدي في الثواني الأخيرة، في الدقائق الأخيرة، بدر عرضية، نيستروف إغناتي يبعدها إلى خارج الملعب، رمي التماس، رمي التماس، نواف الخالدي يرجع مكانه، رمي التماس لمصلحة منتخب الكويت. منتخب أوزبكستان 6 نقاط وصدارة لهذه المجموعة في المباراة الثانية حتى الآن. نيستروف إغناتي بيلعب لك كرة طويلة إلى خارج الملعب، رمي التماس، فرصة الأخيرة للكويت، والتمريرة والصافرة تأتي من حكم المباراة، تعلن عن نهاية هذا اللقاء.
بخسارة المنتخب الكويتي بهدفين مقابل الهدف من منتخب أوزبكستان. هارد لك حساب.